طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما اللهم عملنا بفضلك لا بعدلك إن عملتنا بفضلك نجونا وإن عملتنا بعدلك هلكنا فما هو الفضل الذي نطلبه من الله سبحانه وتعالى وقديما قيل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل فما هو الفضل وما حقيقته وما أنواعه ومن هم أهل الفضل وكيف يتحقق الفضل بيننا أم لا كيف نتعامل في بيوتنا على المستوى الأسري أن نتعامل بالعدل أم نتعامل بالفضل وكيف نطبق الفضل حقيقة في حياتنا ولما ننسى العدل هل العدل لأن فيه قسوة وشدة ولأن الفضل فيه لين ورخاوة كيف يطبق العبد الفضل مع الله سبحانه وتعالى وهل هذا يجوز أم لا وكيف يتعامل مع الأنبياء والمرسلين وسيرتهم الصالحة وكيف يتعامل مع الصالح الصالح بالفضل وكيف يتعامل مع جيرانه الإنسان بينها كل هذه الأفضال كيف يتعامل الفضل وأهله موضوعنا في هذه الحلقة من برنامج دينا قيما أهلا ومرحبا بكم بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج دينا قيما موضوعنا عن الفضل وأهله أما ضيفي الكريمين اللذين أرحب بهما باسمكما جميعا أصحاب المعالي والفضيلة العالمين الجليلين الثبتين العدلين صاحب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي مرحبا بفضلتك شيخنا بارك الله بكم ونفع بكم وفيك بارك ولك بسم الزيادة بإذن الله تعالى وصاحب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضلتك شيخنا مرحبا بك يا ولدي ومرحبا بالمشاهدين اهلا وسهلا بارك الله فيكم حضرتك وربكم عبد شيخنا الجليل محمد دكتور محمد راتب النابلسي حينما نقول الفضل ما معنى الفضل وما هو تفوق اخلاقي تفوق اخلاقي في المجتمع نعم. له اثر طيب عند كل الناس وهذا الشيء اودع بالفطره الله عز وجل قال فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها نعم يعني كل أمر أمرنا به وكل نهي نهينا عنه متوافق مع فطرتنا ما. وهذا سبب سعادة الإنسان بالتوبة حينما صحيح. تاب إلى الله يعني استعاد صحته النفسية لا. واصطلح مع الله لذلك ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء لا. وأنا أحب إليك من كل شيء فهذه الصفات الأخلاقية هي عنوان المؤمن طبعاً. النبي الكريم الله أتى آلاف الصفات الاستثنائية لكن حينما مدحه بخلقه العظيم نعم وإنك لعلى خلق عظيم طيب. فسيدنا الصديق مثلا لم يكن خليفة المسلمين لكن يوم تولى الخلافة له من عادته سابقا أن يحلب شياه جارته العجوز طيب. فلما أعلن أنه تولى منصب الخلافة دخل لهذا البيت بعض الحزن هذه الخدمة سوف تلغى لكن في صبيحة اليوم الأول لتسلمه الخلافة طلق باب هذه الجارة نعم الابن فتحت الباب قالت لمن جاء يا بنيتي قالت جاء حالب الشاة يا أمه الله أكبر جاء حالب الشاة يا أمه بوصفه القديم لم تقل نعم. الخليفة ولا شيء أبدا سيدنا عمر يمشي في المدينة له هيبته طبعا أطفال تفرقوا في طفل ما تفرق بقي واقفا قال له يا غلام لما لم تهرب مع من هرب قال أيها الأمير لست ظالما فأخشى ظلمك ولست مذنبا فأخشى عقابك والطريق يسعني ويسعك ابن الزبير جميل عبد الله ابن الزبير شيء لا يصدق من البطولات مرة دخل وفد الحجازيين على سيدنا على أحد خلفاء بني أمية نعم دخل طفل دخل وفد الحجازيين على أحد خلفاء بني أمية تقدمهم طفل صغير فانزعج الخليفة قال له اسكت أيها الطفل ودع الكلام لغيرك قال له أصلح الله الأمير المرء بأصغره قلبه ولسانه نعم
فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولأن الأمر كما تقول لكان في الأمم من هو حق منك بهذا المجلس. جميل جميل. وطولة بالأطفال سيدي. صحيح. فهذا هذا الوضع الإسلامي الرائع جدا قدوة للأجيال. لأن الكبار فضيلة الشيخ غرسوا فضلا فأثمرت هذا أثمر هذا التفضل فضلا. شكرا دكتور عمر بورك فيك يا سيدي. ولا تنسوا الفضل بينكم. الفضل هنا ما مدلوله؟ هل ينساه البشر أم لا؟ أولا الناس يشعرون أو يستشعرون في ذواتهم أن التفضل هذا شيء يعني إضافي من نوافل الفعل ومن نوافل القول. أنا أتفضل عليك أن أبتسم في وجهك. أتفضل عليك أن أعطيك حقك. أتفضل. هذه كارثة كبرى. شوف هو الفضل أساس كماليات يعني؟ لا ليست كماليات. لا احنا حققنا في حلقة سابقة أن الأخلاق عامة فرائض في الإسلام ليست فضائل. تمام. فإذا كنا نقول أنها ليست فضائل فالفضل من ركائز الأخلاق. كيف يعني الإنسان الكريم سبحان الله والإنسان والعياذ بالله أمامه البخيل. من ينفق عليه ومن يبخل عليه. فهو الذي يزرع وهو الذي يحصل. من باب التفضل أو الفضل من كرم الله علينا أن الله عز وجل من فضل الله عليك أنه خلق ثم نسب إليك. من فضل الله عليك أنه خلق ثم نسب إليك. يعني خلق حب الخير فيك. تمام. وبعدين قال محمد عمل خير. الله. خلق الكرم فيه ومحمد تكرم سبحان الله. ولذلك قالوا لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك ولكن افرح بها لأن الله جعلك لها أهلا. لأن أناسا آخرين ما جعلوا أهلا للطاعة. ولذلك الحكمة ظلت المؤمن. وأنا أقرأ في تاريخ الفرس كان أردشير وهو أعظم ملوكهم كان له ثلاث مواقف. حاجة اسمها المربع وحاجة اسمها المرتع وحاجة اسمها المخدع. جميل. أما المربع هذا يجلس أمام قصره ويأتي بأولاد الوزراء والوجهاء والنبلاء يلعبون كرة الصولجان عند أمامه ويراقبهم. فإذا جاءت الكرة عند أقدام الملك كسرى وهو في هيلمانه تهيب الإيه كما ورد من أستاذنا عن قصة الصبية بن الزبير الصبية تهيب الصبية أن يذهبوا. فإذا بواحد منهم يتقدم بربطة جاه ويأخذ الكرة دون أن يلتفت إلى الملك يكتب اسمه يقول هذا قائد المستقبل يدرب تدريب جميل. خاص جميل. فكان أغلب قواد الجيش وقواد ورواد الحضارة الفارسية من أمثال هؤلاء الذين اختارهم في المربع. أما المرتع فيأتي بهؤلاء الصبيان في الحدائق الغناء للقصر بين الأطيار والأزهار سبحان الله والعز ده كله ويتركهم من شروق الشمس إلى غروبها ثم يلاحظ ما جنوا ومع كل واحد دفتر. فمنهم من قال قصيدة ومنهم من وصف زهرة ومنهم من تأمل في أمر ما. فيأتي أن هؤلاء يرعاهم كمفكرين وأدباء فتصير وزارات الإعلام من هؤلاء. جميل. أما المخدع أيوة. فكان في قصر الملك جاريات جواري لا ينكشفن على رجال ولا على نساء إلا على الأزواج فقط لا ينكشفن. فكان يتنكر الملك خلف الستار ويراقبهن في طريقة أكلهن وشربهن هم على سجيتهم ما بيش حد بص عليهم. فإذا وجد من إحدهن حياء أو إيثارا اختارها زوجة كي يكون ولي العهد من هذه الأم الصالحة. هذا الموضوع ذكيا. هذا تفضل الحاكم عندما يرى لأن عظمة من كل جوانب رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمة من أعظم جوانبه أنه خبر وسبر غور أصحابه فاختار في كل واحد منهم عبقريته فوضع المفتاح العبقرية في مكانها فآتت أكلها ضعفين. فظهرت عبقرية أبي بكر وظهرت عظمة عمر وظهرت تفرد علي. هذا التكامل. هذا التكامل لماذا؟ لأنه أدرك سبحان الله حتى لما أرسل إلى ملك الروم يرسل إليه رسولا من اختار؟ اختار دحية الكلبي. دحية الكلبي كان من أجمل الصحابة حتى الرسول يقول ينزل علي جبريل فيكون كسر صلة الجرد ويأتيني في صورة رجل كدحية الكلبي كان مثال الجمال. فأرسل إليه الروم أهل جمال فلازم يرسل له واحد يحذف على نفس الوتر. هذا ذكاء عاطفي وذكاء فطري من تفضل رسول الله على الأمة في أن يرسل له هذا الإنسان ليرسل له. وعمر يقول إذا أرسلتم إلي رجلا أو رسولا فليكن حسن الاسم حسن الصورة
لأن الوجوه تقرأ. وأصعب صحيح. الوجوه يا ولدي الوجوه التي لا تقرأ لأن قلبه مغلق. نعم. ولكن المؤمن وجهه نضاح بالفضل. تمام. نعم. بارك الله فيك وعسى الله. شغل الدكتور محمد راتب النابلسي جوزي تخرج المباركة لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. نعم. ما معنى هذه المقولة؟ قبل هذه سيدنا عمر أرسل عين والي. نعم. أعطاه كتاب التعيين. قال له خذ عهدك وانصرف إلى عملك. نعم. واعلم أنك مصروف رأس سنتك. وأنك تصير إلى أربع خلال فاختر لنفسك. إن وجدناك أميناً ضعيفاً استبدلناك لضعفك وسلمتك من معرتنا أمانتك. تمام. عزل فقط. إن وجدناك خائناً قوياً استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك. صح صح. تمام. إن جمعت الجرمين جمعنا عليك المضرتين. وإن وجدناك أميناً قوياً ثبتناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقيبك. كتاب تعيين. يبقى سيدنا عمر ما كانش يجد ولا موظف الآن والي يتولى عنه. على من ينطبق هذا الكلام؟ على بس يعني بس كده يعني لأن الله يقول يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة كفاءة والأمان ولا. القوة كفاءة والأمان ولا. جميل هذه الجملة. فأنت بحاجة إلى واحد خبير ويوالي هذا الوضع. تمام. نعم. ولذلك عثمان وعلي يجلسان في ظل شجرة أو ظل خيمة في 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 حرب الظهيرة. قالوا هذا أعرابي غريب الأطوار في عز الظهيرة والشمس يعني ترسل سياطها الحامية ويسير خلف بعير. نادي عليه إلى الظل. قال يا أعرابي تعال إلى الظل والماء. قال عودا إلى ظلكما ومائكما. قالوا إنه عمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه عمر. يا أمير المؤمنين في هذا الوقت. قال بعير من إبل الصدقة ندى هرب يعني أفضل. خشيت أن يحاسب الله عليه عمر يوم القيامة فيقول عليه لعثمان يا عثمان من أراد أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا. فالقوة والأمانة في عمر كما وضح أستاذنا ظهرت عملا وفعلا وقولا على الرأس الكبير للدولة. فإن يعني لما جاء الرجل بسوارة كسرى تكملة لحديث أستاذنا أن يعني قال عمر يا علي ألا ترى أن قوما أدوا هذا إلى أميرهم جد أمناء. يا أخي إيه الأمانة والفضل اللي عندهم ده. صحيح. قال يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. لرتعوا. مسلمة مسلمة. صحيح. باللغة العامية ولو هففت لهفوا. بس هففت ماذا تقصد بها؟ يعني يهف هف. والله في هفة بالعقل. ممكن كلاهما. عودة إلى لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. من هم أهل الفضل وكيف يعرف ذو الفضل الفضل لأهله؟ الحقيقة مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى. فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. هذا الفضل اشتقاق الكمال من الله عز وجل. نعم بالله. هي الأخلاق مكارم مكتسبة؟ طبعا مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى. فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. لذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم حسنى. نقطة دقيقة جدا. أنت حينما تتصل بالله تتخلق بالكمال. نعم. هذا الخلق الذي اشتققته من إقبالك على الله يمكن أن تعبد الله به. الله. وأن تقبل عليه بهذا الكمال المشتق من كمال الله. الله أكبر. ونعم بالله. شكرا دكتور عمر. يعني في الأثر اللهم عملنا بفضلك لا بعدلك. نعم. ما مغزى هذا الدعاء؟ أولا مع أن الكل يصبو إلى العدل ويحب العدل. عظيم. نعم. العدل عندما يتعامل البشر مع البشر هذا جميل. لكن العدل عندما يعاملنا رب العباد به فهو الذي أعطانا المنة التي أو أعطانا الشيء الذي يجب أن إيه أن 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 نتعامل به كيف. نعم. يعني مثلا إذا من الله عز وجل على إنسان بالخشوع في الصلاة. نعم. أو بإعطاء الصدقة. هذا من عدل الله سبحانه وتعالى أن أعطاني. فكيف لي أن أتمثل أن يعني هذا سبحان الله العظيم يعني إذا قلت يا ربي يوم القيامة أنا قد أنفقت أنا الذي أعطيتك المال ولكنني أكثرت من أنا الذي حببتك في هذا الأمر. أخوك أعطيناه المال ولم تحبب إليه هذه العملية. إذن هذا عدل. لو أن يا ربي أنا صليت أنا الذي قدرتك على الصلاة. فإذا هنا منط العدل.
لكن مناطق يعني إذا عملنا بالعدل نهلك يعني. أوه إذا عملنا بالعدل هلكنا، ضعنا ضعنا، تسربنا الله. تبخرنا. أما أن يعاملنا بفضله سبحان الله. خليك يا سيدي واحد عبد ربنا 50 سنة بدون معصية بدون معصية، يأخذ عن كل حسنة كام؟ 10 حسنات. يمكث في الجنة كم سنة؟ 500 سنة عن الـ50. بعد الـ500 الملائكة يطردوه؟ لا. لا، وإنما الله. هو يا أهل الجنة خلود، إنما هو محض الفضل الإلهي، محض الفضل الإلهي، لأن الله علم في سابق علمه أن هذا المؤمن لو عاش إلى الأبد لأطاع ربه إلى الأبد، فنعمه الله نعيم الأبد عدلا وفضلا. أما الكافر ولو ردوا لعدوا لما نهوا عنه، لو عاش إلى الأبد لكفر إلى الأبد، فعذبه الله في جهنم عذاب الأبد. نعم. ويا أهل النار خلود بلا موت. بارك الله فيك. نختم بها سؤال أيضا مشترك، نختم بها، يقال في هذا التوقيت الذي نحياه الآن فلان كريم، هذا أهل فضل، أهل فضل، وكأن الفضل انصرف إلى الكريم الغني الذي ينفق ماله فقط، هل هذا صحيح أم تقييد لمصطلح وكلمة؟ أحيانا هناك مصطلحات إذا أطلقت انصرفت إلى معنى معين. نعم. كأن تقول فلان أخلاقه. تمام. أخلاقي. آه. هي في أخلاق سيئة كمان. فإذا جاءت الأخلاق منفردة تنصرف إلى الخلق الحسن. تمام. فالفضل هنا العمل الطيب، العمل الصالح. آه. الكرم، الجود، المروءة، يعني دائما الأخلاق تجتمع أيام بكلمة واحدة. منها المروءة. صاحب المروءة صادق، أمين، كريم، معطاء، كل الصفات مجموعة بصفة واحدة، فهذه مروءة من الإنسان. فلذلك لكن القائل يقول مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. وما زالت موجودة المروءة. لعل الله أن يحييها عند أناس عرفوا المروءة وعرفوا كيف يتصرفوا المروءة، لأن فاقد المروءة أو خوارم المروءة تفقد شهادته في المحكمة، والإنسان لا يحب أن يكون يعني غير ثبت غير عدل في المجتمع. تمام. فيكون لا قيمة له. في خطوات عملية إجرائية لي وللمشاهدين الكرام. أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. جميل. في خطوات عملية ولو باختصار نقاط فقط، كيف نصبح أهل فضل؟ أولا أعلم أن الفضل الذي أصنعه إنما هو عطاء إلهي ونعمة، يجب أن أشكرها بأن أؤديها كي يزيدني رب العباد فضلا. واحد اثنين. اثنين. عندما أستشعر سبحان الله أنني أتفضل على فلان أو كذا أو كذا، أحمد الله أن اختارني من ضمن الناس أو الوحيد الذي اختارني لكي أسهل له حاجته. صيرني صاحب فضل، أنا لست صاحب فضل، ربما يثاب المرء رغم أنفه، يساق إلي الخير سوقا. ودليل فضل الله الإلهي على العبد أن تفتح لك أبواب الطاعة وأنت ما سرت إليها، هذا فضل إلهي. فضل. وتغلق أمامك أبواب المعصية حتى وإن سرت نحوها. نعم. هذا من باب الفضل. سليم. نعم. شيخنا نصيحة للشباب لكي يكونوا أهل فضل. أي إذا أراد الله إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. جميل. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه ونسبه إليك. فالإنسان يعني أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. هؤلاء على عكس هذه الصورة. على عكس الصورة. شكرا لكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الأكارم في كل مكان، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج دينا قيما، كان موضوعنا فيها الفضل، وحتى ضمان لقاء جديد وحلقة جديدة ومكرمة جديدة من مكارم الأخلاق، نشكركم ونشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين أصحاب المعالي والفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. شكرا لفضيلتك شيخنا. بارك الله بكم. وصاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك شيخنا. شكر الله لك وعلى فريق الفني كله الذي يتعب معنا في كل حال. هذا من فضلهم أيضا. هذا من تفضلهم علينا. يصبروا علينا. بارك الله. أنتم أصحاب الفضل صاحب الفضيلة. بارك الله فيكم. حتى ضمن القانون الجديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. الأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. طال
النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما احفظ عقلا عينا احفظ سمعا وفما أين المسلم أين فالمسلم من سلم بالدين تربينا يا فوز من التزم ربي أدمه علينا اهدنا دينا قياما طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قياما